مساء الخير اعزائي المشاهدين، وحلقه جديده من برنامج هوت سبوت. انا ندى ومعايا زميلي عمرو. مساء الخير يا عمرو. مساء الخير يا ندى، اهلا وسهلا. احنا النهارده الحلقه هتبقى مختلفه شويه، علشان احنا النهارده معانا بطله رغم صغر سنها الا انها حاجه كبيره جدا في الرياضه. هي بتمثل مصر دوليا وعالميا وبطله افريقيا، يعني هي تقريبا مشرفه مصر في كل حاجه. هي صغيره جدا بس هي والكابتن بتاعها كابتن محمد حسين. احنا بنرحب بيهم. مساء الخير يا هلا، ازيك؟ ازيك يا كابتن محمد؟ ازيك يا كابتن، عامله ايه؟ الحمد لله، سعداء بيك. واحنا اللي يعني مبسوطين ان انتم معانا النهارده ومشرفينا. الله يخليك. اهلا وسهلا بيك. هلا، كلميني عن قبل ما تبقي بطله بقى وارقام ودوليه وعالميه ومقطعه مصر، يعني مصر طالعه بيها مقطعه كل الدول تقريبا. كلميني هلا بقى الصغيره بدات ازاي في الاول خالص؟ لا والله هي صدفه، يعني انا دايما هي صدفه فعلا. الرياضه دخلت في حياتي صدفه. أوكي. يعني هي اللي جات لي مش انا اللي رحت لها. حلو. ف كانت مختلفه شويه بس بعد كده كانت كويسه، لان انا بطلت 3 سنين ورجعت تاني. يعني انت اول ما بداتي رياضه ايه في الاول خالص؟ الجري بداتي ايه؟ لا، انا بدايه الرياضيات بتاعتي ما لعبتش العاب كوره. انا لعبت، كنت بلعب كره يد. اوكي. فطلعت من كرة يد، دخلت لياقة بدنية، طلعت من لياقة بدنية دخلت ألعاب كورة. ده حاجة تانية خالص. دي ملهاش دعوة بدي خالص، يعني هي فعلا حتى كرة اليد من أول ما ابتديت هي برضو كانت صدفة. أوكي. يعني أنا كنت بلعب كده، كنت في ابتدائي بلعب كده صدفة، فهو المدرس التربية دي قال لي أنت معانا في الفريق خلاص. احنا هناخد بيكي الكاس خلاص. كابتن محمد، حضرتك مدرب العاب قوه في نادي الاسماعيلي ومدرب منتخب مصر، يعني انت منورنا طبعا. لا، النور ليا وشرف. ربنا يخليك. حضرتك شفت ايه في هاله؟ علشان يعني ازاي جبتها، ازاي اكتشفت الموهبه الفظيعه دي؟ والله انا في 2016 توليت الاداره الفنيه نادي الاسماعيلي. انا من عادتي دايما اعرف ايه اللي كان قبل مني عشان ابدا. أوكي. انا يعني خلص اللي كان قبل مني عليه عشان ابدا بعد كده. أوكي. فجيت عملت سيرش على اللعيبه اللي كانت موجوده في النادي، كان فيهم كارنيه الهاله. فاستضفت الارقامها، كانت في بدايتها قوية وبعد كده بقت أضعف، يعني الشهادات بتاعتها في النادي بتقول كده. فسألت، قالوا هي البنت جالها إصابة كبيرة وبطلت. فقلت لهم يا جماعة ده لسه سنها صغير، إزاي تبطل؟ قالوا يعني هي كانت بتلعب قبل ما أنت تيجي. قبل ما أجي. بس لقيتها مبطلة. فيا جماعة قالوا لا، هي بقى لها في حدود حوالي سنتين ما بتجيش النادي. فقلت لهم طب يعني نحاول نتواصل مع ولي الأمر وكده. قالوا والدتها رافضة رفض تام يعني وكده. قلت لهم طب أنا هاخد العنوان أو رقم التليفون. المهم كان في واحد زميلها كان بادئ معاها ومكمل يعني. فقلت له طب هاتها معاك التمرين اشوفها. فجيت شفتها، طبعا حاله لا يرثى لها، مش نافعه خالص. كانت الاصابه كبيره. يعني لا، مش الاصابه بقى، هي كمان خلاص كانت زادت. هاله اللي قدامكم دي كانت زايده، كانت وصل 60 كيلو مثلا، 65 كيلو. 60 كيلو النهارده 43 كيلو. هي 30 تقريبا. النهارده 43 كيلو هي. فجيت طبعا الارقام اللي قدامي غير اللي انا شايفه خالص. فالمهم كان عندي بنت ثانيه طبعا شغاله معايا كويس جدا، فنزلتهم تيست قصاد بعض. فالبنت الثانيه كسبت، بس دي عنيده. هاله كان فيها الحاجه اللي دايما المدرب يبص عليها، يعني لقيت عندها اصرار. فقلت انا احطها تحت تيست كده معين، هل هي هتستاهل تعب يعني ان انا اكمل معاها واديها برنامج والكلام ده ولا لا. فجيت عملت لها يعني عارفه اللي هو بقى اللي بطفشك. فقعدت اسبوع كده، فلقيتها متشبسه وعندها اللي هي بقى طب والله ما انا همشي، يعني مش عارفه. يعني انت في التمرين. فابتديت احط لها خطط كده. لقيتها هي حابه اللي هي تشتغل رغم قساوه التمرين. كانت دايما بتعيط وتقعد بقى على طول تبرطم، بس مش عارف البرطمه ايه. هي غالبا كان كلها مدح فيا يعني، بيبقى دعاء داخلي. فالمهم ابتديت بعد كده يعني احط بقى السبوت عليها بقى. ابتديت اشتغل معاها شويه. دخلنا بعد كده، هي كانت رجعت من الاصابه بقى. ابتديت اقول تاهيل اصابه. لحد ما اطمنت اللي بنسبه 90% كويسه. كويس. ابتديت اعمل تيستات في بطوله المنطقه. ابتديت اغير الايفنتات خالص. هي كانت طبعا كانت بتلعب 100 متر ومسافات قصيره. ابتديت ارفع 100 متر، وصلت ال 400 وال 800. طبعا هي رافضه تام، بتجري غصب عنها. لحد ما ابتدت تفهم اللي هو ده اللي يبقى فيها رانك دولي ليه، مش قصه اللي انا اكسب في مصر هنا او في بطوله منطقه او محافظه او كده. ابتدينا بعد كده الحمد لله دخلنا اول بطوله جمهوريه 18 سنه. هي جريت 400 بقسوه. فجات لي، انا مش هنسى الموقف ده، فجات بتقول لي يا كابتن انا لو في فاينل مش هقدر العب. فنادوا الفاينل، هي بره الفاينل. طبعا طمع كوبرا يعني، هي بتتمرن على امل ان هي تجيب ميداليه، فهي بره احسن 8 في مصر، موضوع صعب. كان تحت 18 سنه. فرجعت بقى خلاص مستسلمه، رمى ياما الفوطه. لقيت بقى لك ده يعني راسم لي الجنه ومفيش حاجه، ما شفتش حاجه خالص يعني. فقالت لي يا كابتن انا مش هقدر اكمل رياضه تاني، انا عايز اخد فوطتي واروح. فجيت قلت لها بصي، احنا دايما احنا ما ينفعش تبداي من 1 ل 10 على طول، يعني في 2 في 3 في 4.
انا احنا النهارده في ايه قالت لي كان فاضل حوالي 25 يوم أوكي. على بطوله الجمهوريه اللي اكبر منها مرحله سنيه اللي هي 20 سنه تمام. طبعا دي طفله تحت 16 هتلعب تحت 20 وانا اصلا خسرانه 18 بتضحك عليا فقلت لها هتكسبي فهي مش مصدقه فروحنا كانت المفاجاه اللي هي تجيب ثالث تحت 20 سنه فكان بعديها على طول في بطوله الدرجه الاولى فبرضه اصريت اشترك قلت لها يا كابتن انا هلعب مع الكبار ازاي يعني قلت لها لا انت مش هتلعب مع الكبار انت رايح تكسبي الكبار فقالت الاصرار غريب مني يعني هو بيقول الكلام ده هي بقى ابتدى الموضوع يبقى بيني وبينها اللي انا حاطط ثقتي فيها دايما بقول لها كده وهي بتبقى قد الثقه فروحنا فعلا كسبت جابت تاني سيدات وكان ساعتها في معيار عندنا الاختيار دوره العاب عربيه ايوه وهم حطوا المعيار عندنا في الاتحاد شويه بيبقى ساعات في ارقام تاهيليه فالبطوله دي عشان هو ربنا رايد اللي هلا تبقى حاجه دوليه وانا وهي صغيره قالوا هناخد اول وداني بدون النظر لارقام حلو تمام فهي جابت تاني وكسبت ساعتها بطله مصر بطله النادي الاهلي تمام وجابت تاني تم ضمان المنتخب على طول كانت اصغر لعيبه في المنتخب كان عندها 15 سنه وكانت بتلعب منتخب مصر الاول تمام الصدفه بقى تيجي اللي هي تلعب الفاينل توصل فاينل ل 400 متر في وسط ابطال كبار زي سلوى نصاري صاحبه رقم العالمي واول عالم تلعب معاها عملت اسوا سبق ليها في الفاينل في البطوله العربيه اوكي جت بعد كده انا كنت مسؤول عن فرقه التتابع في منتخب مصر اصريت لها تبقى موجوده عنصر اساسي وما كان حاطينها في الويت ليست الانتظار انا اصريت لها تبقى موجوده برده كان بيني وبينها رهان ثقه الحمد لله تنتزع الميداليه البرونز لمصر هي كانت واخده مستلمها ترتيب خامس انتزعت الميداليه البرونز بجداره وكسر الرقم القياسي المصري كان بقاله 23 سنه ما اتكسرش من هنا كانت بدايه هاله الدوليه بقى مش هقول المحليه ابتدت بقى نحط الهاله خطه وابتدت الناس كلها تشوف هاله بمنظور مختلف هي مش لعيبه محليه لا هي بطله كبيره دولي. وقادمه فمن ساعه البطوله دي تحديدا هاله ما تنزلتش عن ولا ميداليه ذهب مش فضه ما شاء الله من سن ال 18 سنه لحد ال 20 وال 23 والدرجه الاولى طيب كابتن محمد يعني عايز اسال هاله شويه انت بطله ما شاء الله كبيره قوي في رياضه الغوص والانقاذ كلمينا عن الرياضه دي وازاي انت دخلت اصلا من لعيبه العاب قوه للغوص والانقاذ كلمينا عن البطوله دي هقول صدفه تاني لان هما عندنا في محافظه الاسماعيليه ما كانش في عداقه اللي هي تخش تشارك اوكي فهم كانوا جم بيدوروا على احسن عداقه تخش يعني اشارك بس كاسم نادي بعتوا عداقه تشارك وتمشي فانا رحت سالتهم دخلت وما طلعتش هو ده اللي حصل التجارب دي ايه بعديها يعني ايه انا هلعب ايه بعديها فهم قالوا لي لو كسبت التجارب هتخش بطوله افريقيا هتلعبي افريقيا هتجروني جوه قلت لهم طب بطوله افريقيا مؤهله ايه بعديها قالوا لي بطوله العالم تمام قلت لهم ماشي طب انا اسمي كبير حلو وطالما انتوا اخترتوا عداقه يبقى في عدائين غيري وطالما في عدائين غيري يبقى انا اكيد عارفاهم اوكي فانا هروح العب باسمي فيها مشكله لو دخلت منتخب قالوا لي لا مفيش قلت لهم ماشي خلاص انا هسافر امتى قالوا لي بعد بكره بعد بكره على طول على طول كده تواصل معايا كان يوم السبت يوم الاحد بعتنا الفاكس كان على اتحاد مصر للغوص والانقاذ بمشاركه هاله حتى ساعتها في مصادفه كده غريبه كان المدير التنفيذي للاتحاد طبعا هاله بقى ازاي بقى يتفتح لها سيستم وتتعمل ما كانش موجود حد يشترك بالزبط. فلما جت هاله بقى يعني عشان هاله طويله قوي كبيره جدا كبيره جدا قال لي احنا فتحنا السيستم لهاله فما ما يعني انا ساعتها انا عايز بس تكلمني عن البطوله نفسها هي يعني الغوص والانقاذ ايه يعني البطوله بتبقى يعني الناس او مش هتبقى فاهمه يعني هي رياضه الانقاذ هي رياضه تنميه مهارات المنقذ تمام. على الشواطئ عدو على الرمال في مسافات مختلفه فهم الغالبيه العظمى بيروحوا طبعا للعدائين العاب القوى تمام فهي المسافات مختلفه مش سباحين يعني لا في هو الرياضه مقسومه شقين شق للسباحين تمام وشق للعدائين العدائين بيشتغلوا اللي هو شغل العدو على الرمال كله اوكي والسباحين بيشتغلوا الشغل اللي هو داخل الميه بقى تمام وبقى في ساعات في ايفنتات خلط بين الاثنين تمام نتيجه تتابع بين السباحين والعدائين حلو جدا تمام الرياضه بدات في مصر من حوالي 40 سنه اوكي هي ما كانش ليها انتشار قوي بس احنا عندنا رئيس اتحاد شاطر جدا كابتن سامح الشاذلي بقدم له التحيه من معاك من هنا شخصيه رياضيه بمعنى الكلمه بيقف جنب الرياضي بيؤمن بكل موهبه رياضيه وبيخاف عليها قوي وبيحب شغله جدا يعني هو حتى قبل ما نطلع بطوله العالم كان رعايه غير طبيعيه لهاله وده حقه عليا لازم اقوله على الهوا يعني لما جم اختاروا المسافات تقسيم المسافات اوريدي هاله بتتمرن على المسافات دي لانها هاله بتلعب مسافات متوسطه اللي هي 800 متر و 400 متر فهي بين السبرنتر الصريح وبين التحمل فكانت المسافات 90 متر وتتابع 4 في 90 وال2 كيلو عدو على الرمال زائد حاجه اسمها البيتش فلاج دي لعبه فيها نوع منطقه فنيه شويه بيبقى فيه علم مسافه 25 متر وفي عداء بيبقى واخد وضع البلوك بطريقه معينه وبيجري ياخد العلم ده اعلام قليله وبيبدا يطلع واحد كل تصفيه فبتعمل لها حوالي
مش اقل من 10 سبرنتات في ال 25 متر، فبرضه محتاجه تحمل سرعه مع سرعه رد فعل جامد، فهي محتاجه العداء القوي. ده منظوري في الانقاذ يعني، كان اول ما دخلت. فلما جيت قريت الالعاب وابتديت ادرسها قلت لها والله الالعاب كلها انا شايفه انت تلعبيها كلها. وانت كنت بتمرنها برضه؟ انا بمرن هلا. تمام. فجينا دخلنا، كنت بتمرنها في البطوله في الانقاذ؟ في الانقاذ. في الانقاذ. فجيت قلت لها انا شايف الايفنتات كلها تليق عليكي يعني. فهي قعدت تضحك قالت لي ازاي يعني الايفنتات كلها تليق عليا؟ فقلت لها هتليق عليكي تلعبي كلهم يعني، احنا كده كده رايحين نجرب وهنمثل اسماعيليه فنلعب كله. فكانت المفاجاه من هنا بقى اللي هلا يعني لعبنا اربع ايفنتات، جابت ثلاث ميداليات ذهب من اربع ايفنتات، كانت مفاجاه للاتحاد المصري كله. اول مره اول مشاركه كلها. لدرجه اللي هو كنت لسه بكلم حضرتك قبل الهوا، اتعادت التجارب مرتين يعني هم مش عايز اقول الخضه او عدم ثقه ان البنت تكسب. هتهلنا تاني كده نتاكد ان هي هتكسب تاني. يعني هتكسب تاني او ده مره يعني، في ناس قالت صدفه، في ناس قالت هي مش، فكل مره كانت بتتقن عن المره اللي قبلها بتحصل رقمي غير اللي قبلها. انت يعني قلت اصلا ان عندها تحدي، فلو انت كل مره بتجيبوني عشان مقللين مني، لا ده انا احسن من يعني كل مره خالص. لدرجه اللي احنا واحنا في بطوله العالم هلا كانت بتتمرن على ايفنت تاني خالص اللي هو 90 متر فلايت. جيت احنا كده كده معانا واحنا بنتكلم صور كتير لهالة بقى وليكوا في حاجات كتير. تتويج في بطولة العالم، خلينا نعرض صور براحة شوية عشان نقول دي صورة تتويج هلا بالعالم المصري دي في نادي الاسماعيلي بعد ما رجعنا. فجم بعد كده ودوا هلا لأصعب لعبة اللي هو البيتش فلاج، دي عايزة قوة والتحامات. طبعا في بطولة العالم بتقوم اكتر من حوالي 35 ستارت من على الارض، فهي دي اقوى لعبة المفروض كانت يعني، هي بعيدة كل البعد، كان الامل الاتحاد فيها اللي توصل فاينل. أوكي. عملت المفاجاه الكبيره بقى وجابت ميداليه فضه في وسط بطلات عالم متمرسين في اللعبه، كان من ضمنهم البطله الاستراليه اليزابيث وبطله امريكا وبطله اسبانيا، ابطال قويه جدا. وهي كانت قاب قوسين او ادنى من الميداليه الذهب كمان. تمام. فهي زي ما بقول تالنت قليل كده في مصر. لا هي ما شاء الله عليها، واضح ان هي يمكن انا بتكلم جامده جدا، انا بتكلم على هلا كتير لان هلا انا دايما بقعد اقول لها حتى كده في كومنتس او اي حاجه عندي بالنسبه لي في التواصل الاجتماعي، انت قدوه، قدوه للمشوار مش للبطوله اللي انت حققتيها، لا للصبر وللجلد والعزيمه والاصرار، واللي انت يبقى عندك هدف تحقيق في حياتك. احنا بعد ما رجعنا من افريقيا هي كانت جايبه ثالث افريقيا. تمام. راحت خدت اول عالم وكسبت كل الثلاثه اللي كانوا معاها في افريقيا ما شاء الله. يعني كان جنوب افريقيا لعبه متمرسه جدا، دوله في اللعبه دي معديانا بمراحل، احنا كسبناها كلها هناك. تمام. هل الفتره دي قريبه شويه ان هي تتاهل اولمبياد؟ احنا افريقيا الموضوع صعب شويه. انت يعني حضرتك قابلت ابطال العاب قوى كتير طبعا، ويمكن منتخب مصر كله قاعد معاك. احنا بيقابلنا مشكله، مش هقول دعم مادي عشان الناس ما تفهمش ان البطل عايز فلوس، لا. احنا في تصنيف يا جماعه بيحصل على الرانك العالمي، احنا تصنيفنا اف، فاوريدي البوينت اللي باخده هنا قليل جدا حتى لو قعدت اكسب كل يوم. تمام. فلازم البطل يطلع يلعب في ليفل اعلى يعني. احنا المفروض يعني مثلا هاله الوضع بتاعها او الارقام اللي بتعملها هنا لو هتعملها في نفس الارقام دي في دوله تانية هتاخد البوينت اعلى. بس عشان في فيديو يعني هاله بقى تقريبا دي هاله فتنس بقى الناحيه الثانيه علشان نشوف دي هاله في الجيم. احنا بنشتغل على تفاصيل صغيره جدا. أوكي. يمكن هو مش الواضح، هو يمكن الفيديو ده يوضح لك مدى القوه اللي هي فيها. 44 كيلو. ايوه. بتلتحم وتحتك، ده بيبان اللي هي الشغل العضلات الصغيره والاهتمام بتفاصيل صغيره جدا بيوصلك لحاجات كبيره. احنا عندنا يمكن بنغفل التفاصيل الصغيره دي، في ناس مش بتركز فيها، المهم انه يجري كويس يطلع المسافه وخلاص. في فيديو هنا اقول هلا بتجري 90 متر، عامله رقم كويس جدا، عامله 11 23 على الرمله. ما شاء الله. ده رقم قوي جدا. ايوه طبعا. وما يوازيه في التراك رقم قوي يعني، يخليها عشان الرمل كمان بيبقى تقيل تحتها بس تحت رجليها فتقيل. دي لحظه فوز بقى. دي كانت في البطوله دي يعني. دي كانت في ايطاليا في بولونيا. دي اللي انت حققتي فيها الميداليه الفضيه. الفضيه وده جابت ميداليتين. ميداليتين ما شاء الله. في 90 وفي التتابع. في 90 وفي البيتش فلاج. ده كان التتابع. تمام. واول مره مصر تاخد اول في التتابع. طب خلينا نرجع بقى تاني نتكلم على موضوع التاهيل للاولمبياد. بالظبط. انا بس عشان الفيديوهات كانت كده فكنت محتاجه يعني نتكلم عنها شويه. التأهيل زي ما قلنا بيحتاج اللي انت تبقى فيه معسكرات بره. تمام. مع يعني المفروض اصلا البطل اللي يتمرن في هيئة يبقى ليه خطة. احنا عندنا الخطة شوية بنغفل الجانب الفني فيها. وبنروح لجوانب تانية كتير. تمام. ما بتأثرش على اللعيب اللي توصلوا للمرحلة اللي احنا محتاجينها. يمكن دلوقتي سيادة الوزير والدولة ابتدت توجه في موضوع شركة روابط، ويمكن الدعم الموجود بس مش بالقدر الكافي، لان احنا ما يعني هنفضل نقول العاب شهيده وهي لسه زي ما هي، لسه العاب شهيده. مع توجيهات سياده الرئيس يا جماعه بصوا الالعاب الفرديه. بالزبط. احنا بلد 120 مليون. اصل هو فردي بيطلع يمثل مصر بره فلازم تاخد بالك منه جدا. احنا مصر كبيره 120 مليون، ما ينفعش تقولي لي ميداليه وميداليتين. ما ينفعش تقولي لي بسامه حميده واحده، لا خالص.
ما ينفعش تقولي مصطفى عمرو واحد، ما ينفعش تقولي سالم واحد، لا عندنا 10 سالم، عندنا 10 هاله، عندنا 10 بسنت، لان احنا 120 مليون، احنا احنا اكبر دوله عربيه وفي ناس بتاخدهم قدوه عايزين يطلعوا زيهم فبيعملوا كل ده. احنا يمكن اتجه الدوله دلوقتي للحضانات موجوده مشروع البطل الاولمبي، بس برضو في مشكله في الجهات التنفيذيه. لازم يفهم يعني ايه بطل الرياضه، دايما لعبه خارج استراتيجيه الروتين، فما ينفعش تخش جوه الروتين، فاول ما الروتين بيقرب من الرياضه اوريدي حاجه من الاثنين لازم، حلقه من الاثنين لازم تختل. وده اللي بيحصل للرياضي، لان الرياضي لازم روتينه يبقى مش بيحب حد يحكمه او يغير تصرفات التمرين بتاعه. الاداريه لازم تبقى رياضيه بالظبط، عشان يبقى فاهم على الاقل هو بيعمل ايه وانت عايز توصل محتاج ايه النهارده، لان الرياضي ملوش معاد حدود وصراف، ملوش معاد، لا هو ليه انت بتعمله بروتوكول جامل هو بيبدا يعيش عليه. صح تمام، انت اللي بتتاقلم على الرياضي مش الرياضي اللي بيتاقلم عليك، عكس ما الناس بتتكلم. يعني انا كنت قبل بطوله العالم كله فاكر الميداليه جايه بالصدفه، لا خالص، احنا عملنا وصلنا ان احنا نعمل اربع فترات تدريب في اليوم معسكر مع اربع فترات، دي صعبه جدا يعني. كنا انت لسه هقول لك انا بنام اصحى هقول لك المواعيد هتستغرب، كنا من 4:30 ل 7 تمام، وبتقعد اربع ساعات، تنزل 11 ل 12:30 اوكي، وتقعد اربع ساعات وتنزل من 4 ل 6 أو. وتقعد 3 ساعات وتعمل تمرين فردي ليها هي واخداه في البيت تعمله من 9 ل 10:30 ما شاء الله. طيب لا ما شاء الله والله. كابتن هلا يعني ايه الدوافع اللي بتخليك تكملي في ظل كل الظروف دي؟ انا لو بصيت لظروف يعني في حاجات كتير قوي بتقولي ما تكمليش. يعني انت عندك حلم، وحلمك ان انت توصلي اولمبياد، وده حلم اي رياضي. اولمبياد الواحد عشان يتأهلها صعب جدا. صح. جدا. وبعدين اللي الواحد يشتغل على نفسه ويكسب، يعني يكسر ارقام جوه مصر او يكسب حد او يشتغل على نفسه كتير او بينزل. انا قعدت فتره بنزل كل بطوله بكسر في ارقام، بس بالنسبه اللي احنا هنا جوه مصر الواحد بيوصل لمرحله خلاص هو محتاج حد، لا يعني كمان محتاج حد جامد جدا معايا بقى. ده اللي بيتكلم فيه، محتاج حد جامد، احس فعلا انا في سبق، محتاجه معسكرات بره، محتاجه بطولات دوليه طبعا كتير تشارك في كل ده. بمناسبه يعني انا اتكلم بمناسبه، كان سالم كان موجود هنا. سالم بقاله فوق الاربع سنين بيجري لوحده في مصر، فلازم اريد يطلع يجري بره. صح. انا بدي اللي ورايا مثلا فرق حوالي 200 متر. صح. فهو انا يا جماعه مين اللي هينافسني؟ انا محتاج اكسر ثانيه واثنين وثلاثه. بالزبط. هكسر الثواني البسيطه دي امتى؟ لما يكون جنبي منافسه جامده. صح. احنا عندنا قوانين، عندنا قوانين اقوى فهيطلع بره، عندنا قوانين لو هنقول ما بنعملش اللي هو اللي احنا بنسميه في السباق الارنب او الكلام ده. عندنا قوانين تمنعنا من الكلام ده كله، وسالم رتمه اعلى من الكلام ده، يعني ما عندوش ولد حتى يقدر يشده اللي هو اكتر من كيلو او كيلو ونص، والراجل بيجري 3 كيلو موانع. فالموضوع ده كله محجمنا كتير جدا، لكن احنا عندنا التالنت والموهبه، والدليل على كده والدليل على كده. لا انا هقول يعني انا هقول حاجه صغيره على ارض الواقع. نرجع دايما لبطولات افريقيا ناشئين، ارجع بطولات عربيه ناشئين، ارجع لبطولات عالم ناشئين. في كل الالعاب الرياضيه مصر ليها الرائده في بطولات عالم ناشئين وبطولات افريقيا ناشئين. طب الناشئ ده بعد ما بيطلع الكبار فين؟ هو اللي كان زيه في افريقيا وهو كسبانه بيبقى بطل عالم، بيبقى بطل عالم. وهو ليه ما بقاش بطل عالم؟ متهيألي مش لعيب في التالنت خالص، اكيد في سوق طريق معين او سوق تخطيط معين. صح. انا من ضمن الناس مسؤول عشان انا مدرب، بس انا بيبقى حلقه من ضمن حلقات كتير قوي. فلازم يبقى يا جماعه لازم نعرف السبب من بدري مش من قدام. هي كمان اكيد يعني اذا كانت الوزاره او اذا كانت الناس مش فاهمه الكلام ده، لان هم مش رياضيين يعني زي حضرتك مثلا فاهم وعارف ان لازم الاتحادات تبقى فاهمه الكلام ده وبتعرف بره وبتبقى جوه، فانت شايف هلا محتاجه ايه واللي جوه مش موجود. انا هقول لحضرتك على حاجه صغيره جدا، احنا دلوقتي بسنت فخر العرب وفخر مصر. لسه عامله رقم عربي جديد جدا. هنقول حاجه صغيره جدا عشان الناس تتكلم بالفير. رقم بسنت تحت 20 سنه اتكسر باسم بنت موجوده دلوقتي في مصر بتجري مرام. رقم بسنت تحت 16 سنه مكسور. رقم يعني اذا جاب بسنت تاني. أيوة بس مش ما وصلتش، ما عندهاش الفرصه. بسنت العقليه كويسه جدا، واتعمل تجانس وتفاهم، محمد مدرب شاطر جدا. فكان في تفاهم بالاثنين، هو جوزها اصلا. ما هو ده برده سبب اسباب نجاح اللي هم يقدروا يوصلوا ببعض لحاجه كويسه. صح. فلازم نعرف بقى، طب انت هتسيب البنت اللي هي كسرت رقم بسنت اللي هي اوريدي خلاص بقت بسنت الثانيه، ما هي اوريدي عملت ارقام بسنت في السن ده، يبقى انت في امل. لا احنا كان قبل بسنت ما تطلع كان عندنا نغمه، اصل مصر في العدو والجري مش كويس، مفيش النغمه ده يا جماعه. طب ما هي كسرت القاعده، اصل مصر بتاعت رمي بس. لا يا جماعه مفيش الكلام ده، احنا عندنا كذا، ما نقدرش نقول كده. احنا 120 مليون، احنا البلد الوحيده اللي عندنا كل الاجواء.
صعيد مصر طريق تاني خالص، بحري طريق تاني خالص، خط القناه طريق تاني خالص، الدلتا يعني عندنا كل المناخ اللي يساعدنا من كل ايفنت موجود، نطلع ابطال كويسين جدا، وعندنا المساحات وعندنا كل حاجه، بس المشكله في استخدام ده والتخطيط الصح. صح. يعني لازم يبقى الموضوع مخطط صح، وبقول دايما مش بالكم، يعني مش بالكم وبالكيف، يعني ناخد اللي هو التالنت زي ما قلت، الموهبه دي نحطها يعني في حضانه ونادينا كتير جدا، يبقى في تجميع الاهتمام والالتزام. لازم يبقى في تجميع للمنتخبات من بدري، ما نستناش محض الصدفه، ما نستناش ان احنا قبل الاولمبياد بسنه نقول احنا هنصعد. صعب جدا يا جماعه، الناس بتخطط للميدالية الاولمبيه من 8 ل 12 سنه. بيتي حضرتك بتبقى موجوده في المانيا، في انجلترا، في الصين، في النرويج، بيجي عملوا ايه من 12 سنه وانت عندك 12 سنه، بيقول لك هيبقى عندك 24 سنه تحقق ميدالية اولمبيه. صح. متابعه لمده 12 سنه لاكلك ولشربك ونومك وطريقه عيشتك وتعليمك ولكل حاجه، بينمي الثقافات. وبعدين في نقطه انا خالف الناس كلها، الموهبه جزء ليست كل. صح. الرياضي تنميه دايما دايما، انا بقول الشخصيه والفكر هم نص البطوله. اصل انت لو عندك امكانيات كتير وقادر تساعد هاله، لو هاله ما عندهاش الحته دي مش هتوصل بيها ولا اي حاجه. انا مع السلامه هاله. لسه بسرد مع حضرتك لما قلت لي عرفتها ازاي، قلت لك انا لمحت فيها حاجه، هي الشخصيه. شخصيه البطل غير البطل. اوريدي انت ممكن حضرتك دلوقتي تتمرني وتبقي بطله، تمام، بس الفتره سنه انا وصلت، فخلاص انا وصلت. شكرا. افضل قاعده هنا. الشخصيه بقى والطريقه ثانيه، دي حاجه ثانيه خالص. فده اللي عايزين ننميه في اولادنا، ده اللي بنقول يبقى في دمج بين الوزارات. يا جماعه احنا وزاره التربيه والتعليم، وزاره الصحه، وزاره الشباب والرياضه، لازم يبقى في دمج بين الوزارات. حتى السيد الرئيس دلوقتي قال الحوار الوطني. الحوار الوطني مش احنا نقعد نتكلم مع بعض، اللي احنا نقول اراء بعض عشان نندمج، عشان يبقى في نسيج واحد في المجتمع. صح. احنا نادينا بالكلام ده كتير جدا، يبقى في نتيجه من يبقى في نتيجه. يعني يبقى في صوت بيتكلم، فنبدا نوصل لحاجه بنطلع بيها خطوات. هو هدف نبقى في الاولمبياد على الاقل اسمنا حلو كده. يعني الواحد عايز يقوله ان وزاره التربيه والتعليم، ما هو تلميذ او طالب. صح. بعد كده وزاره الصحه، انت بتعالج الحاجه كويسه. صح. وزاره الشباب والرياضه بتقوم ده، فاحنا دمج واحد. هو في الاخر الشخصيه واحده اللي بنصرف عليها. صح. بس عايزين نركز، يعني يبقى في تركيز. بس هو ده اللي الواحد. الفتره الجايه في اي بطولات دوليه؟ في معسكرات؟ ايه الخطه الجايه؟ في والله عندنا بطوله افريقيا للانقاذ في جوهانسبرج، وعندنا بطوله العالم في استراليا الورلد جيم، وعندها ان شاء الله بقى دوره العاب عربيه العاب قوه. البطل جاهز لايه؟ البطوله العربيه دي اللي هي جايه؟ لا، اللي جايه دي بطوله عربيه، في دوره العاب عربيه في 4/7. هلا لسه خارجه من اصابه. هي لعبه برضو من ضمن الحاجات اللي بقول لحضرتك عليها شخصيه البطل. انا كنت مصمم ما تلعبش بطوله الدرجه الاولى اللي فاتت دي، فخدت الكارنيه وهلعب. يا بنتي مش خناقه، قلت هلعب، ونزلت وجابت اول الحمد لله ما شاء الله. فهي برضو عندها الجلد، من الحاجات اللي شدتني ليها جدا، هي صبوره وحموله، وتستاهل الناس يقفوا جنبها، وتستاهل اللي حلمها تحققه ان شاء الله بالاولمبيات. يعني لا ان شاء الله، يعني انا شايف ان هي يعني عندها الحماس وهي بتتكلم، حتى بتقول لك لا. أيوة. انا هشارك، انا هشارك، انا عندي حلم عايز اوصل. ان شاء الله ان شاء الله يبقى في فرصه ان انت تشاركي في الاولمبياد. يعني مهما قعدنا نتكلم عنك كتير وعن كابتن محمد، فاحنا تقريبا في يعني بطولات كتير وحاجات كتير جدا، فاحنا مستنيينك لما تروحي البطولات الجايه عشان تيجي بقى بارقام جديده وبمراكز حلوه جدا، وتشرفينا تاني بره فيهم، ونرجع نقعد تاني هنا وتقعدي تتكلمي معانا عملتي ايه وعمل فيكي ايه بقى وكل الحاجات دي. يعني كله خير. لا ان شاء الله احنا واثقين فيكي، ومتاكدين ان انت هتطلعي وتحققي رقم كويس وترجعي وفخوره. ما عندناش الكلام ده ان شاء الله. احنا بنشكرك جدا كابتن هاله، بنشكرك جدا كابتن محمد، نورتونا. بنشكركم اعزائي المشاهدين، واستنونا الاربع الجاي الساعه 8 ان شاء الله.